صباح الخير يا سلمى. صباح الخير لك عفاف. يسعد صباحك. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم بتابعونا بحلقتنا الخاصه لليوم. اليوم نعتبره عيد الاعياد، عيد الجيش العربي السوري، المؤسسه اللي قدرت خلال سنوات الحرب تكون المؤسسه الضامن والحامي للشعب السوري والمحرر لاراضيها من رجس الارهاب. طبعا كل التحيه لابطالنا وين ما كانوا، ابطالنا الميامين، حراس الامان وصناع الامان على الارض السوريه، ان كان بالبر او البحر او الجو. حمات سوريا كل عام وانتم بفضلكم موجودين وبفضلكم عم بنعيش الامان يوم بعد يوم. طبعا اكيد يا سلمى، صباح خاص اليوم بهي الذكرى، ذكرى عيد الجيش العربي السوري. حماة الديار عليكم سلام، ان شاء الله هيك يا رب يعم الامن والامان على بلدنا سوريا الحبيب، وتظل بالف خير، وتبقوا كمان جيشنا برا وبحر وجو بالف خير. مكملين اليوم حلقتنا الخاصه ولكن بعد فاصل صغير وراجعين. رح نبلش أولى محطاتنا عفاف، واليوم محطاتنا كلياتها رح تكون عن مؤسسة الجيش العربي السوري. كل السوريين اليوم عم يلمسوا بشكل واضح الأمان يلي عم بنعيشه. طبعا من بداية الحرب وإلى الآن ما زال طبعا الجيش على جبهتين، الجبهة الداخلية كل مهامه اللي عم بيقوم فيها، وأيضا جبهة الحرب يلي ما زالوا موجودين على كثير من الأماكن الجغرافية السورية الممتدة واللي ما زال فيها فلول الإرهاب يوميا. طبعا الرحمة لأرواح شهدائنا، وأيضا بنقول الشفاء العاجل لجرحانا بالجيش العربي السوري. اليوم قيم الأمان يلي عم نعيشها هي قيم آمن فيها أبطالنا وأقسموا عليها وعلى صونها وعلى صون أرض الوطن منذ تأسيس هذه المؤسسة بعام 1945 وحتى الآن. طبعا يا سلمى، هذه العقيدة التي يحملها اليوم أبطالنا وبكل قداسة في الجيش العربي السوري ضمن أنظمة ومؤسسات تقوم بإعدادهم على قيم ومبادئ، وتؤسس ضباط ومؤهلين على كافة الجاهزية ومدربين وجاهزين على صون أرض الوطن بكل قداسة. واليوم خلال لقاؤنا وفقراتنا وحلقتنا الخاصة بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري سنكون مع مؤسسات وجهات تساهم بكل جهودها لإعداد أبطال قادرين على تحمل مسؤوليتهم بكل إيمان وقداسة. أيضا وضيوفنا اليوم ضمن الاستديو العميد الركن نعمان حسن خليل، ننقل لك يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. سيادة العميد بألف خير وقائدنا وجيشنا وشعبنا بألف خير. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد المجاز نعمان حسن خليل من الأكاديمية العسكرية. أول شيء تحية لك وتحية لكل أبطالنا بالأكاديمية يلي هن مثل ما بنقول دائما عم ترتفوا الجيش بقوات جديدة على مر السنوات. خلينا نبلش. طبعا تحدثت بالبداية وقلت بأنه هذا الجيش له عقيدة راسخة. اليوم لما نتحدث عن هالمؤسسة عم بتحدث عن مؤسسة موجود فيها أبي، أخي، عمي، ابن عمي، يعني هي مؤسسة مننا وفينا مثل ما بنقول أبطال الجيش العربي السوري. ومع هيك خلينا نتحدث ولو بجزء بسيط عن العقيدة وتأسيس الجيش العربي السوري من عام 1945 إلى الآن. بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء للجرحى مثل ما قلتي، وتحية لقائدنا وجيشنا وشعبنا. أنا غريض كثير على العقيدة في جيوش العالم كله، ولكن أفضل ما أعطاه حقا للعقيدة القائد المفدى بشار الأسد بكتابه النوعي بممارس العسكري. فالعقيدة من أين تنتج العقيدة؟ من التربية. التربية سلسلة السيد الرئيس بلش من الوطن. الوطن عندما هذا المقاتل أو المرء يعيش في وطنه يتفاعل مع محيطه مع المجتمع مع الطبيعة تنتج لديه حب لهذا الوطن، لتراب هذا الوطن. والوطن عبارة عن تراث ومشاعر وثقافة وحياة وهوية. ونتطرق إلى الوطني هي عبارة عن شعور معنوي ذاتي يشعر به المرء بحبه لوطنه وأرضه والاعتزاز ويفتخر بإنجازاته وتاريخه. فالعقيدة نتجت عن الوطن والوطني، من هون تم القائد المفدى السيد الرئيس بكتابه أخذ عن العقيدة. والقصة عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ، وأيضا عبارة عن مجموعة تتجلى بحب المقاتل لوطنه، وهي عبارة عن مجموعة من الصفات المعنوية النفسية مثل الصدق، الجدي، حب التعاون، اليقظة، مع
مجموعة من الصفات القتالية العالية للمقاتل، وهي معرفته بسلاحه وصيانته وحسن استثماره حين تحين الساعة. أيضا مجموعة من الصفات الإرادية مثل الثبات، الدقة الحسبية، رباطة الجيش. هالصفات وهذه الخصال انصهرت في موطقة واحدة في ذهن هذا وشخصية هذا المقاتل، لذلك رأينا ما لم نراه لا سابقا ولا نراه مستقبلا ما فعل هذا الجيش. صحيح. نتيجة تأسيس القائد المؤسس له واهتمام القائد المفدى في هذا الجيش الذي فعله خلال منذ تأسيسه حتى ما قبل، منذ تأسيسه حتى هذه اللحظة والحروب 13-14 سنة الماضية لم يفعله أي جيش في العالم، وباعتراف الغرب أنه الجيش الأول في العالم. سيادة العميد، خلينا نتوقف عند الأكاديمية العسكرية ونتذكر اليوم ونذكر على الهواء مباشرة أبرز مهام اليوم شو بتكون؟ هلأ الأكاديمية العسكرية العليا تعتبر أعلى هيئة تعليمية تدريبية علمية تعليمية تدريبية في الجمهورية العربية السورية. طبعا تخصص إكساب الضباط في مختلف اختصاصاتهم وإكسابهم المعارف والقدرات والمهارات المرتبطة بأحدث ما توصل إليه العلم العسكري في مجالات إعداد وتحضير وتنفيذ القوات للصراع المسلح. أيضا في علم مهم ثاني بالنسبة للمدنيين، إكساب الكبار الموظفين في وزارات الدولة المعارف المرتبطة بمجال إعداد الدولة عن الدفاع بشكل عام ككل، والمرتبطة بمتغيرات السياسة الدولية والإقليمية والانعكاسات على الأمن الوطني والقومي والإقليمي. إذا جينا لهدف الأكاديمية، أول شيء الأكاديمية تألف من 3 كليات: كلية الدفاع الوطني، أعلى مركز تأهيل لدراسة المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والأمن الوطني، كلية الحرب العليا أي القيادة والأركان العليا، تعتبر أعلى مركز تأهيل علمي عسكري وعلى المستوى العملياتي والاستراتيجي، وكلية القيادة والأركان أعلى مستوى تأهيل علمي عسكري أيضا على المستوى التكتيكي والتكتيكي العملياتي. مهمة أو الأهداف تقريبا عم ينطبقوا مع بعضهم بين المهام والأهداف: رفد القوات المسلحة بالكوادر القيادية المؤهلة لتحقيق الاستخدام الأمثل لقوى وسائط الصراع في مختلف مستويات فن الحرب اللي قلنا عنه، التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي. كمان في عنا المساهمة بدور رئيسي ومحوري وفعال مع هيئات وشعب وإدارات وقيادات أنواع القوات المسلحة بوضع أفضل الأشكال والطرق والأساليب لخوض الحرب. عنا إيجاد الحلول المرتبطة ببناء وإعداد وتحضير القوات المسلحة لخوض الحرب. الهدف الأخير أو المهم الرابع تعتبر أيضا المساهمة برفد مؤسسات الدولة بالكوادر القيادية والإدارية عسكرية أم مدني ضمن طبعا المجالات للتوظيف الأمثل للقدرات الدولة الشاملة للدفاع عنها، وبالتالي مجابهة التحديات والتهديدات المنتظرة وتعزيز الأمن الوطني. سيادة العميد، يعني على مدى سنوات الحرب اللي مرت كنا عم نشوف حكايات وقصص من أبطالنا بالجيش العربي السوري، مثل ما بيقولوا هيك حفرت بذاكرة السوريين اليوم، تصف بكل بساطة مدى انتماء هذا الجيش للوطن، مدى رساخة هذه القيم من الانتماء وغيرها والتضحية والفداء في أبناء الوطن. خلينا نحكي عن اليوم تقوية الإيمان. اليوم بيقولوا شو بيتعلم الجندي لحتى يطلع بهالصلابة وبهالقوة اللي عم نشوفها واللي شفناها خلال هاي 13 سنة؟ الانتماء في الجيش العربي السوري أنا بظن غير أي انتماء في أي جيش في العالم، وإلا لما صمد هذا الصمود. صحيح. منذ نشأة هذا الجيش العظيم، طبعا نشأ الجيش كان بدايته قبل 45، منذ الثورة السورية ضد أسمانية 16 ومن ثم الثورة السورية كمان الثاني، بلش هذا الجيش بعدد ضئيل. بال 45 أيام الاحتلال الفرنسي تم هذا الجيش يعني عدة وعدد قليلة، ولكن على مر السنوات الطويلة تم تحديث هذا الجيش على دور القائد المؤسس، يعني من 70 وما وراء هون صف الجيش العربي السوري له كلمة تقال وأثبت جدارته بالميدان نتيجة حروب المريض، ما في داعي لذكرها. الانتماء هذا الجيش ارتكز في بدايته على القيم
إنساني ومبادئ أخلاقي سامي، تجلت أو انحصرت أهمها بالانتماء القومي والوطني والقومي، يعني وطني لما تشكلوا اعتبروا جيش أمي وطنيا وقوميا، أي كل الحروب التي خاضها نلاحظ بأنها تؤكد على التزامه تجاه قضايا أمته وعلى رأس قضية فلسطين. الانتماء الإيديولوجي العقائد الراسخ السمة الأساسية لهذا الجيش، هذا الانتماء العقائدي الراسخ اعتبر عن جيش قومي عقائدي التزم بقضايا أمته وبما يعني بما يحمل كل ذلك من الانتماء، صدق الانتماء وعشقه للوطن والاستعداد التضحية في سبيله. فملاحظ نحن أنه وطنيا صفة يعتبر انتماء وسلوكا أخذ، وقوميا فداء وتضحية، وعن هذا عن الدول العربية ككل، يعني مو بس عن دولة واحدة، كمان ارتباطه الوثيق بالجماهير لأنه هذا الجيش من وين طلع؟ من صفوف الجماهير، لذلك أخذ على عقد الدفاع عن مصالحها وعن قضاياها. كمان ببدايته تحلى بمبادئ أخلاقية وقيم إنسانية أصيلة هي بطبيعة الحال شعبنا ولأمتنا العربية. وأخذ شعاره شعار الجيش عنا شو وطن شرف أخلاص، الثلاث كلمات انحفروا حفر في ذهن وعروق ودم وشخصية أي مقاتل سوري. لذلك ترجم هذا الفعل ترجمه لشو؟ لممارسات وسلوكيات، ممارسات وسلوكيات بين أفراد المقاتلين بعضهم البعض، وإلى أفعال قتالي وبطولي نحو الهدف الأسمى اللي هي حماية الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. سيادة العميد، من تأسيس الجيش العربي السوري عام 1945 تم الارتكاز على عقيدة هي المؤسسة اللي ارتكزوا عليها أبطال الجيش العربي السوري، خلينا نتذكر بعضنا العقيدة. حكينا على العقيدة أنه على الصفات أنه نجت عن تربية المقاتلين وعن الوطن والوطنين مثل ما عرف السيد القائد المفدى الرئيس بكتاب النوعي في الممارسة العسكري، واستخلص من العقيدة قلنا هي عن مجموعة من القيم والمبادئ التي ترسخت في ذهن المقاتلين، وعبارة عن مجموعة من الصفات قلنا القتال المعنوي النفسي والقتالي العالي والإرادي. فهذه العقيدة انصهرت في بوتقة واحدة بهذا المقاتل وتجلت عن طريق أفعاله مثل ما قلنا ترجمة الأفعال وممارسات وسلوكيات. سيادة العميد، حضرتك كنت عم تحكي قبل شوية عن الأكاديمية وأقسامها، اليوم كثير من أبنائنا أصبحوا يتجهوا إلى الأكاديمية العسكرية لحتى يكونوا موجودين ضمن الصفوف. خلينا نميز، اليوم نعرف في جزء بيلتحق بعد مرحلة تعليمية معينة، والبعض يتطوع بعد مراحل لاحقة ممكن يكون معه شهادة ويتطوع. خلينا نميز ونحكي اليوم عن قوام الجيش العربي السوري بين المتطوعين وبين اللي بيروحوا بعد مراحل تعليمية، من أي مرحلة أنا بقدر ألتحق بالأكاديمية، وايضا الفرق بيناتهم. هلا نحن عندنا في الخدمه الالزاميه وفي المتطوعين، الالزامي كافراد والمتطوعين كصف ضباط، والمتطوعين في الكليات سواء الحربي او الجوي او البحري كطلاب ضباط بيمارس فيها 3 سنين، او الاكاديميه العسكريه العليا الهندسه العسكري بيضل فيها الضابط الطالب 5 سنين، بيختص باختصاصات خاصه بالهندسي بما يخدم مصالح الجيش او فئاته. فالأكاديمية العسكرية العليا عندنا على مستوى قلنا التكتيكي بده بعد ما يخلص الضابط من ويتخرج من الكليات الثلاثة اللي عرفت الذكر اللي حكيناها، بيخضع لدورات في سواء كان حسب اختصاصه قائد كتيبة أو قائد سرب أو مهندس سرب. بعد ما يخلص طبعا بيرتب كل ما عم يتقدم، بيخضع لفحص بيجي على الأكاديمية العسكرية العليا على مستوى التكتيكي، بيعمل دورة الركن، اجتاز بعد سنتين ثلاثة وفي نسب معينة وبرتب معينة بيلتحق بكلية القيادة وأركان العليا على المستوى العمليات، يعني هيك على مستوى تشكيل معين العمليات أعلى. وبالنصف الثاني من السنة اللي عم يدرس فيها قيادة وأركان عليا يتأهل إلى المستوى الاستراتيجي على مستوى الدولة ككل، على مستوى الجحافل بالتشكيلات وعلى مستوى الجيوش. هذه المراحل اللي بيمر فيها عنا بالأكاديمية العسكرية العليا. ولكن اليوم سيادة العميد كثير من الأشخاص يلي بدهم يتطوعوا في كثير استفسارات ممكن حول الموضوع أنه أنا إنه أحسن لي إن كان معي شهادة، ولا أنا مثلا أجل على دراستي وأتطوع هلأ قبل، أو بفترة الاحتفاظ أني أنا أترك فترة الاحتفاظ وأتطوع أحسن.
هي بتعود للانسان نفسه. انا في عالم بتحب الجيش تغير فورًا، ولا نحن اخذنا احنا ربينا على حبنا للجيش والوطن والارض. طبعا هذه مين زرع؟ القائد المؤسس هو زرع الامر بنفوس الشعب، وهو اللي اسس هذا الجيش على هذه العقيده. ومن ثم تحقيق النجاح صعب، ولكن الاصعب انه نحافظ على النجاح. الاستمراريه، القائد المفدى حافظ على هذا النجاح. طبعا دي يعني بي بي بحكمه وشجاعه لا مثيل لها. ما عم بحكي لانه رئيسي، لا، هذا حكي ايام من الدول الثانيه. يعني لا تفكر العدو لما ما بيحكي بالمدح للسيد، لا بيحكي. فحسب رغبته له، في عالم بتحب تدرس ثم تطوع بالجيش، في عالم بتحب فورا تتطوع. فنحن على جميع الاحوال هلا بشوف العالم شوي نتيجه الازمه كذا، شوي نتيجه الامور الحياه الصعبه، الحصار الاقتصادي، يعني ما ضل عندهم هن غير الاسلوب الاخير او الورقه هي الاخيره، الحصار. يعني مثل ما بيقولوا عض الاصابع، اللي بيصبر هو اللي بيربح. صحيح. وسوريا خرجت طبعا. سوريا لما قال قائد المؤسس، سوريا هذه ان ارادت لا تخاف ولا ترهب، ان ارادت هي التي تخوف وهي التي ترهب. ومن بعده قال هذا مو من فراغ، ولما قال قائد المفدى سوريا الله حاميها كمان، مو على بس تماما، مستند على اسس، على قواعد، على ارض صلبه، وبجيش عقائدي قومي بعثي وشعب ايضا. لولا صمود القائد المفدى ومن ثم الجيش والشعب، على صموده افضل، كان هو السبب اللي خلى الجيش والشعب يصمد. دائما نعرف عن القائد لما بالمعرب اي معركه او شيء بقتل او شيء او بيستشهد، الافراد ما كثير بقى بيصيروا، بيصير خلق بلبله او شيء، اما بصمود القائد بيصمد الشعب والجيش. ففي عالم بتحب تروح على الكليه، هذا بده يصير طيار، هذا حسب رغبته. هلا انا بذكر بصف الرابع بعرف بده يصير طيار، كيف ما بعرف، بس صرت الحمد لله من صغره صرت ايه بالصف الرابع، يعني قدره صغير اسمع صوت طياره شيء شدني لها. بس والحمد لله حققتها. كمان في لها مواصفات، يعني اليوم في كثير مواصفات جسديه وايضا طبعا. هلا الضابط مثلا طيار عندنا له كثير بيحلموا يكونوا طيارين، بس مو الكل بيحقق هي الشروط جسديا، صحيح؟ حتى الضابط مثلا لازم يكون غير الموظف، او لازم يكون كشخصيه. مثلا حكى عنه القائد المفدى، يعني القائد المفدى الله يطول عمره ما خلى شيء ما حكاه، مثل والده ما خلى شيء ما حكى بأي اتجاه مناحي الحياه. لما اجى دار بالدوره 36 قائد واركان حكى. الضابط مو بس لازم يكون شخصي، لازم يكون رياضي، لازم يكون عنده معرفه، لازم يكون ملم بكل شيء. يعني وشفنا كثير من ضباط، طبعا كثير من ضباطنا ايضا هن كتاب ولهم كتاب شعراء كتب مؤلفين لكن. يعني في اسماء كثيره، يعني مثل ما عم تتفضل، يعني قلت لك انا ضابط بدنا صرنا عم ندور على النوعي مو على الكمي. هلا ضباطنا 90% نوعيين. عم بحكي عادي، انا عن معرفه صبي مش جيش، هذا معارف منيح، ففعلا نوعيين. والدورات على فكره عم تجرى عندنا بالاكاديمي، والله وليس للمجو، والله لا يوجد لها مثيل في العالم. طبعا الضابط بجوز في عالم بينزعجوا، انا مدرب ورئيس جناح بينزعجوا مني انه يا اخي في ضغط، انا بعرف في ضغط، ايش طالب بكالوريوس عليه ضغط طبعا، وهون عنده مسؤوليه وبيته واولاده، بعرف، بس هذا الضغط هو اللي عم يولد الضابط النووي. وهذا الضغط بينتج عنه صمود وانتماء اكثر واخلاص. لولا هالتربيه والانتماء والعقيده ما بيصمد لهلا ضابط بهالمستوى، ما بيصمد لهلا. فمعلش لو ضغطنا انه احنا واصلين انه بيتحمل، مثل هالجيش، مو هي 13 اي جيش في العالم حارب 14 سنه ولساته على اهبه الاستعداد، والله قادر يحارب 10 سنين. العقيدي والانتماء تبعه. تحدثوا كثيرا عن هذا الجيل الجديد، وقالوا انه يمكن هذا الجيل ما يقدر يعطي او ينتج ويصمد بوجه كثير من الحروب اللي مرت على سوريا، بالاخص الحرب الثقافيه وايضا الحرب العسكريه، ولكن شفنا ابطالنا بالجيش العربي السوري بهال 13 سنه الشباب قدروا يكونوا اقوياء جدا بالميدان، وايضا من خرج منهم وكان جريح استمر وقدم ايضا بالعلم، استمروا، ان كان اللي ما كان مكمل دراسه كمل، وشفنا في منهم الان دخلوا للجامعات وايضا احرزوا تقدم. قد ايه كسر هذا الجيش كل الاكاذيب والقصص التي تحدثت انه هذا جيل صغير ما هو مثل الجيل القديم، ما شاف حروب، ما شاف شيء، ما راح يقدر يواجه. طيب قال احد الخلفاء او احد الحكماء
علموا أولادكم غير ما تعلمت، فأنهم خلقوا لجيل غير جيلكم. بس في أمور القيم والمبادئ هاي ما فينا نتخلى عنها. يعني مكارم الأخلاق بالأحرى، شو هي مكارم الأخلاق؟ فينا نتخلى عنها؟ ما فينا. لذلك لما السيد الرئيس نوع التربية هي اللي بتعطيكي بتخليكي وطني، بتخليكي وطنية، بتخليكي عندك عقيدة. لذلك لحب أرض هذا الوطن والدفاع عنه وصف الأرض بالعرض. فهذه القيم ما بقول واحد ينهان عرضه قدامه، لو كلفته مو بس حياته وحياة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة إذا بيعيش أكثر من حياة. ناهيك أنه هذا الجيل مثل ما بيتربى، صح هلق هو الجيل بيعرفه كله، ولكن هاي أنا برأيي كل بيت ينطلق منه أولاده، المدرسة، وزارة التربية تهتم بالأمور هاي، كلنا المجتمع بعضه متساعد لنخرج. نحن مو مثل آبائنا، وآبائنا مو مثل أجدادنا. بس لا، أنا هالقيم والمبادئ أنا واثق إنه بتطلع، ما رح تخلى عنا شعبنا، لأنه متجذرة معه بالجزر، وخاصة أمتنا العربية وبالأخص الشعب السوري. تماماً، وخصوصاً هذا الجيل شهد وكان شاهد على المعارك على أرض الواقع، شاف بعينه، شاف كثير من الأهالي، شاف كثير من الحروب، شاف كثير من القصص اللي عم تصير على أرض الواقع، فيمكن ترسخ الانتماء بدمه بدون تعليم من حدا، هو من حاله صار. شفنا كثير شباب بدون ما حدا يطلب منهم، بدون ما يكون عندهم خدمة إلزامية، راحوا نزلوا على أرض المعركة واستشهدوا. في منهم جرحى وفي منهم من حالهم بدون ما حدا يطلب منهم قدم روحه. إذا هي عم بحكي عنه. بعدين لقل واحد يبلش من بيته، أنا عندي ابن وحيد، شو بدل يا ابن زهير بدلوا على الجيش وليكم هلا ضابط نقيل، علما انه هو معفى، واحد معفى من الجيش، بس بده يروح عم يشوف ابوه عم يتعب، عم يدافع عن بلده، عم يشوف. هاي اللي عم بحكي عنه، هاي هو قوام بالتربيه، قوام جيشنا مثل ما قلت، والقائد المؤسس عمل على انه يكون قوام الجيش من الشعب السوري نفسه. نعم. فبالتالي هو اخذ من هي الاسره صفاته وعمله. اليوم الحديث معك جدا ممتع، ونتمنى هيك مثل ما قلت بالبداية كل الخير دائما لجيشنا العربي السوري بكل مؤسساته. كلمة اليوم تحب تتوجه فيها لرفاق الدرب، رفاق السلاح، وأيضا رفاق العمل. هو بس للرفاق بدي، للمتخاذلين ولكل الشباب اليوم. بداية ونهاية ترحم على الشهداء، وخاصة روح القائد المؤسس لهذا الجيش. طبعا مثل ما قال القائد مفدى، كمان دم الشهداء واجساد الجرحى ليس بالمجان، لها ثمن، ثمن الصمود. الصمود شو ولد؟ الانتصار. صح، هاي حقيقه عم نحكي، واقع عم نعيش. بس بدي اقول لهالمتخاذلين من عرب واجانب، لما استهدفوا سوريا كان مقتلهم كانت مقبره لهم، وخسئتم مثل ما قال القائد المؤسس لنا طريق، راح نتابع وراء خلف قيادة القائد المفدى بشار الأسد على طريق العزة والكرامة، لتبقى راية الوطن خفاقة، ونحو استمرار على طريق النضال المشرف لأجل علياء الوطن وسموه. ونقول لهم خسئتم وأخطأتم واندحرتم وستندحرون كما اندحر سابقيكم، طبعا بحكمة وشجاعة القائد المفدى السيد بشار الأسد وبصموده، لولا صموده ولا صمام صمد الجيش والشعب من وراءه. كل عام وانتم بألف خير، وتحية لقائدنا وشعبنا. وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير سيادة العميد. شكرا لكم على هذا الحديث الممتع. شكرا لك، شكرا انك كنت اليوم عم تشاركنا بهذا اليوم المميز. هذا واجب على كل مقاتل في الشعب السوري. أما هلأ عفاف لح نروح، اليوم كاميرا الإخبارية رصدت بالعديد من المحافظات السورية معايدات خاصة من السوريين للجيش العربي السوري، خلينا نتابع بعض هالمعايدات. كل عام وحماة الديار بألف خير. هذه مناسبة وطنية عزيزة على كل سوري. فالجيش السوري سطر بطولات كبيرة في مواجهة كل التحديات التي تعرض لها الوطن منذ أن تأسس في 1 آب عام 1945. نرفع أسماء آيات التبريك لهذا الجيش الذي سطر أروع ملاحم البطولات، وصمد عبر هذه السنين في وجه الإرهاب والطغاة الذين حاولوا أن يدنسوا تراب الوطن
وانتصر عليهم وسحقهم بقوة جيشنا العظيم. منذ تأسيس وقيام هذا الجيش كان دائما هو سيف المسلط على رقاب المستعمرين والمحتلين الذين حاولوا الاعتداء على هذا الوطن. نعايد أبطال الجيش العربي السوري وهم صناع الانتصارات وهم حماة الوطن. نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله انتصار الانتصار وكل عام هم ألف خير. خبط أدمكم على الأرض هالدارة، أنتم الأحبة وأنتم للصدارة، كل عام وأنتم بخير. جنود الوطن وسياجه المنيع، دمتم ودامت سوريا حرة أبية. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، سيد الوطن وقائد الوطن والجيش العربي السوري حماة الديار. كل عام جيشنا وقائدنا والشعب السوري بألف خير. هذا الجيش العظيم الذي سطر أروع الملاحم. عيد الجيش العربي السوري البطل اللي هو يعني بقواه وبصموده وبرجولته سبط الوطن وأثبت جيشنا للعالم كله أنه جيش عقائدي. الجيش العربي السوري الجيش البطل الذي حقق انتصاراته عبر سنوات هذه الحرب الكونية على بلادنا. ينعاد اليوم بالخير، والله يحميهم ويكون معهم وينصرهم دائما. بوجه لهم تحية للجيش العربي السوري ومن كل الله يعطيهم عافية وهني حماية الوطن. كل عام وأنتم بخير ويخلي لنا ياكم، وأكيد لولاهم ولولا جهودهم يعني ما كنا نحن عايشين وعم نطلع بالشوارع، والله يرحم كل الشهداء اللي ماتوا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير لكم ولكل أهالي الشهداء، الله يحميهم بجاه الحبيب محمد، الله يحمي البلد وقائد هذا البلد. الله يوفقه ويحميه وينصرنا أعدائي. إن شاء الله كل عام وقائدنا العظيم بألف خير هو وجيشه المغوار المناضل. وبحب وجه تحية لأبناء وطننا الغالي ونكون قلب واحد وإيد واحدة، وإن شاء الله كل عام وهني بألف خير. ومستمرين مشاهدينا بهي الحلقة الخاصة والاستثنائية اليوم بذكرى راسخة بقلوبنا جميعا ووجداننا نحن كسوريين، وهو عيد الجيش العربي السوري حماة الأرض. وسننتقل اليوم ضمن مساء حتنا إلى من استطاع أن يكون البلسم لجراح أبطالنا والمتابعين بكل جهد وعطاء لحال جراحنا من أبطالنا في الجيش العربي السوري. أكيد عفاف عم نتحدث عن إدارة الخدمات طبعاً. الطبية، هي الإدارة اللي تتواجد عبر مشافيها في المحافظات السورية كافة والتي تسعى بشكل مستمر لتقديم الخدمات الطبية لعناصر الجيش العربي السوري من عسكريين على رأس عملهم وأيضا من متقاعدين عسكريين، إضافة إلى الرعاية الخاصة والمتابعة لأحوال أبطالنا بالجرحى. أيضا اليوم رح نتعرف بشكل أوسع على مهامة وأيضا على القطاع الطبي الهام وهو جزء من رديف من عمل الجيش العربي السوري. بضيفتنا بالاستوديو اليوم العقيد الركن مي العلي من إدارة الخدمات الطبية. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير وكل جيشنا بخير. صباح الخير، صباح الخير وكل عام وانت بألف خير. بألف خير، ينعاد عليكم وعلى جيشنا وشعبنا وقائدنا بألف خير. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم على مدى سنوات الحرب كنتوا البلسم الشافي لأبطال الجيش العربي السوري ولكل حدا اليوم نزل على أرض المعركة، كان في بلسم لإله وإيد بتمد العون لإله، وفورا المشافي الميدانية كانت بتامة الجهوزية لإنقاذ هدول الأبطال. خلينا نحكي عن مهام والمشرف لوجودكم اليوم كرديف إنساني لأبطال الجيش. بالبداية إدارة الخدمات الطبية هي كأحدى أهم الإدارات الموجودة في الجيش العربي السوري. مهمتها الأساسية بتتلخص بتأمين العون الطبي للعسكريين وعائلاتهم من خلال المشافي القاعدية المنتشرة في المحافظات السورية على مساحة القطر. أيضا يتم تأمين الخدمات الطبية من خلال المجموعة من المراكز والمستوصفات لتأمين مساكن الجاهزية الموجودة بالضواحي والأرياف. يتم تقديم الخدمة الطبية بشكل مجاني للعسكريين وعائلاتهم، طبعا العسكريين على رأس عملين والمتقاعدين العسكريين والعائلات. يوجد بالخدمات الطبية اللي بتتميز بوجود مجموعة من المراكز النوعية والمتميزة، مثل في مركز الروضة الطبي التخصصي هو بيشمل على جميع الاستقصاءات العينية الأساسية، بالإضافة في مركز الباسل للاستقصاءات الشعاعية. الخدمات الطبية هي بتعمل من جانب آخر يعني بتعتبر شريك أساسي للقطاع الصحي من خلال قيامها بالحملات حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، الكشف المبكر لحديثي الولادة.
بتم بمشافى الخدمات الطبية الأساسية عمليات نوعية مثل عمليات زرع النقي، عمليات زرع نقي العظام، عمليات زرع الحلزون مشان السمع، بالإضافة لعمليات جراحة القلب وعمليات جراحة الشبكية بمجال العينية الأساسي. يعني هي أهم الخدمات اللي بتقدمها الخدمات الطبية. بالنسبة للمشافى الميدانية تعتبر الخط الطبي المتقدم اللي بيرافق القوات أثناء العمليات الحربية. مهمتها الأساسية هي تأمين يعني المحافظة على حياة المقاتلين المصابين وتأمين إخلاءهم للمشافي الثابتة مشان تقديم العلاج لهم والمحافظة. يعني هي عمليا رديف للقوات المسلحة وبتنتشر معها على نفس محاور القتال. نعم. هي أهم ما تقوم به كمان يا سيادة العقيد، يعني خلال السنوات اللي مرت أيضا أضيف مهام طبية جديدة خلينا نقول الخدمات الطبية بجميع، مو بس المشافي الميدانية وأيضا المشافي الموجودة. صار في عنا أقسام جديدة أحدثت، منها قسم خاص للجرحى، جرحى الجيش العربي السوري، وأيضا علاج فيزيائي، وكثير من الأقسام التي أضيفت لحتى الضاهي طبعا شو عم بيصير وشو عم يتعرض له جيشنا البطل. خلينا نحكي عن هاي الأقسام. هلأ بالضبط موضوع العلاج الفيزيائي في مشفى تخصصي بالخدمات الطبية ومشفى الشهيد أحمد حاميش خاص بالعلاج الفيزيائي. مثل ما شفنا هلأ نحن أثناء العمليات الحربية بتعرضوا المقاتلين لإصابات خطيرة، منها بتؤدي لبتر مثلا، ضعف بالعضلات، أي شيء، فهي كلها بتتطلب أنه يتم فيها إجراء علاج فيزيائي لهي الإصابات. هلأ مشفى حاميش هو عبارة عن يعني في قسمين، قسم داخلي وقسم خارجي. القسم الخارجي هي المرضى اللي بتجي بتعمل جلسات معالجة فيزيائية بتكون قادرة على الحركة، يعني بتجي بتعمل الجلسة بيرجعوا على بيوتهم. في القسم الداخلي اللي بيكون فيه هو إقامة للمريض بسبب عدم القدرة على الحركة، بيتم ضمنه تأهيل المرضى، يعني علاج إصاباتهم تأهيلهم. في إصابات بتؤدي للبتر أحيانا كمان، فأنت بدك تأهلي منطقة الإصابة عشان تركيب الطرف الصناعي إذا كان الأمر بحاجة لتركيب طرف صناعي، بتم تأهيله قبل الإجراء لتركيب الطرف، وبيرجع كمان بده كمان جلسات علاج فيزيائي بعد تركيب الطرف. فمشفى العلاج الفيزيائي كتير ضروري. هلأ في إصابات تانية يعني في تنتج عن مثل ما حكينا ضعف العضلات أو الإصابات الحركية، يعني أحيانا بيكون في آلام بالظهر، آلام بالركبة، بنعمل لها جلسات علاج فيزيائي ونتائجها كلياتها ظريفة وكويسة. يعني ذكرت سيادة العقيد إنه الأبطال يلي تم بتر الأطراف لإلهم اليوم معمل الأطراف الصناعية يلي موجود عندكم له دور كتير مهم بمساعدة هدول الأبطال، وأيضا استمرار تقديم الخدمات الطبية للمتقاعدين العسكريين. خلينا نحكي كمان لا، معمل الأطراف عمله متزامن مع عمل مشفى العلاج الفيزيائي. معمل الأطراف الصناعي بيتم فيه تصنيع الطرف الصناعي سواء العلوي أو السفلي. هلا بالفترة الأخيرة نتيجة الحرب ضد العصابات الإرهابية المسلحة صار في حاجة ماسة له بسبب كثرة الإصابات، فبيتم مثل ما حكينا بيتم تأهيل الطرف المصاب بجلسات للعلاج الفيزيائي قبل تركيب الطرف، وبيرجع هلا بيراجع المريض على مدى بعد 3 شهور من تركيب الطرف بنعمل له علاج فيزيائي له، بيرد بيراجع بعد 6 شهور، ممكن بعد سنة، بعد سنتين خلص نضمن انه الطرف اخذ وضعه المثالي مع الجسم، تعود عليه المريض وصار يعني قطعة من الجسم. فمعمل الأطراف الصناعية بيعد هاي الأطراف، وهي عمليا يعني خاصة بالإصابات الحربية وتقدم للعسكريين، هي كمان بشكل مجاني يعني. ومستمر الاهتمام كمان للمتقاعدين العسكريين. المتقاعدين طريقة التعامل معهم نفس طريقة التعامل اللي على رأس عملهم، يعني الكل كل عناصر الجيش العربي السوري هلأ، سواء شوفي حتى المجندين، الاحتياط هلأ اللي عم بيخدموا الاحتفاظ، كلهم لهم طريقة علاج وفق أسس يعني موضوعة من قبل إدارة الخدمات الطبية. أي حدا بده يتقدم له العلاج طالما موجود ضمن المشفى. أكيد. يعني كمان خلينا نحكي عن التجهيزات والمعدات اللي موجودة اليوم بمشافينا واللي عم تتطور، وبالأخص مشفى حاميش، يعني بنعرف إنه تم تأهيله بأفضل المعدات، وخصوصاً إنه بيتم الإشراف عليه من السيد رئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بإشراف مستمر لا طبعا سير العملية ولا جرحانا الأبطال اللي عم يستفيدوا من طبعا إن كان
المشفى والاطراف الصناعيه. تماما، هلا هي مثل معمل الاطراف ومشفى حاميش قلت لك هن المتلازمين تقريبا بالعمل. فمشفى حاميش في عندك قسم العلاج الكهربائي يعني بينعمل، في العلاج الحركي، في اجهزه كثير حديثه ومتطوره انجابت على المشفى ونوضعت كلياتها بالخدمه، بس يعني للحفاظ لاعاده كيف بدنا نحكي يعني لتاهيل هي الاصابات اللي تعرضوا لها المقاتلين اثناء الحرب ضد العصابات الارهابيه المسلحه، لانه زادت بالفتره الاخيره. اول شيء كانت بتعرفي انت الاصابات تكون العدد قليل او شيء، فهلا انت برغم هذا الحصار اللي صار على البلد، الحصار بجميع المجالات يعني، بس بسبب حكمه القياده السيد الرئيس والسيد الاولى والرعايه لجرحى الحرب والمصابين، تم تامين يعني بأي شكل كان. المهم انه في الموضوع الطبي هام وضروري واساسي، والحمد لله كمان نحن في عندنا اداره خدمات طبيه مواكبه هذا الموضوع، يعني كمان السيد اللواء مدير اداره خدمات الطبيه على اطلاع دائم يعني كمان باهم التطورات اللي عم بتصير مشان اداره خدمات الطبيه توصل للنتيجه المرجوه من وجودها. فهي رديف يعني هي والقطاع الصحي، لان احنا صح خاصين يمكن بالقوات المسلحة أكثر، بس عندنا كمان قسم نحن بنستقبل نسبة 20% تقريبا من الحالات غير الغير عسكرية. سيادة العقيد، ذكرنا أنه متابعاتكم واهتمامكم وجهودكم اللي تشكروا عليها اليوم مستمرة، خبرينا اليوم أكثر تفاصيل، في لسه أشخاص عم تجي على الإدارة، في لسه أشخاص عم تواجه صعوبات بتلقي العلاج كان، أو أنتم عم تواجهوا صعوبات بتأمين الأطراف لبعض الأشخاص؟ الصعوبات موجودة، بس هلأ نحن كونه في عنا معمل الأطراف الصناعي المزود بأفضل الأجهزة لتجهيز هي، هلأ نحن الصعوبة أكثر شيء بتصير بتأمين المواد يعني عملين المواد اللي أنت بدك تصنع، بس يعني بشتى الوسائل أنت عم ان شاء الله انه عم تقدر تامنها الاداره. اكيد اليوم كمان ونحن عم نحكي عن الخدمات الطبيه بدنا نشكر الجنود اللي هن الاطباء الموجودين والاطباء العسكريين موجودين بمشافينا، في صروح كثيره موجوده بي على امتداد الوطن بدمشق، مشفى التشرين العسكري من المشافي اللي كانت اثناء فتره الحرب تعاني من حصار، ومع ذلك استمرت هي المشفى بتقديم الخدمات الطبيه، وكانت خليه الاسعاف فيها هي خليه نحل يوميا من اعداد اللي كان يجيها مصابين، مع ذلك لم تغلق هذه المشافي، حتى المشافي التي كان عليها حصار ومنها مشفى تشرين العسكري، ايضا بدمشق مشفى يوسف العظمه او مشفى 601 كما بيعرفوا الناس بشكل عام. المشافي هي قلاع صامده عمليا تماما، يعني نحن غطينا كاخباريه سوريه عنا جزء من تغطياتنا كانت هي المشافي، كان ينضرب عليها قذائف هاون على غرف العمليات اثناء تطبيب السوريين بشكل عام، إن كانوا عسكريين وإن كانوا مدنيين. تحية لهم لأنه فعلا قدروا يكونوا رديف للجيش العربي السوري، وكانوا يتحاصروا بكثير من الأوقات، ومع هيك خرجت العديد من العمليات النوعية خلال الحرب لأكثر العمليات يعني أيضا هم أبطال. زادت نسبة العمليات يعني هي ضمن الحرب عمليات، زادت نسبة العمليات بفترة الأزمة، يعني أنت محاصرة، ليش نحن بنسميهم هلا مشفى تشرين ولا مشفى الشهيد يوسف العظمي؟ لأنه فعلا قلاع صامدة، لأنه صحيح. تم يعني صار في اندفاع ذاتي، يعني مو انه والله بس اللي مناوب هو بده يشتغل، لا الكل كان يعني بعض الطواقم الطبيه تعرضت لاداريين يعني جهود بدك اياه كله. هلا مشفى تشرين مثلا اداره خدمات طبيه كمان بجانبه، يعني اثنيناتهم تعرضوا لهجمات فظيعه، بس يعني الحمد لله صمدوا وحققوا انجازات كثير عظيمه، يعني اهم العمليات النوعيه بتتم باداره الخدمات الطبيه، ما في شيء. هلا مشفى تشرين يعني فيك تعتبريه عباره عن صرح حضاري طبي وعلمي، يعني هلا في انت بيتخرجوا منه الاطباء المقيمين باختصاصات كثيره، بتصير في محاضرات جلسات بتواكب كل التطورات الطبيه. عمليات مشتركه كانت يعني تحدث له. ايام الحرب كمان كان لنا تغطيات خاصه فيها بيننا وبين روسيا وبيننا وبين دول اخرى، يعني هي كمان خبرات مهمه خلينا كمان نتحدث عنها. هلا هي نحن كانت تجي الوفود، هلا هي اغلبها من الدول الصديقه روسيا ايران، بتتم فيها العمليات المشتركه مع اطباء المشافي اداره الخدمات الطبيه، كلها خرجت بنتائج كثير ممتازه الحمد لله.
أكيد بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم سيارة العقيد، ونتمنى لك كل الخير والتوفيق، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتوا بألف خير، وتحية طيبة مثل ما حكينا لجيشنا ولشعبنا ولقائدنا، ونتمنى السلام الدائم لبلدنا أكيد الحبيب. تحية سوريا. طيبة لجميع أبطال الجيش العربي السوري. كنت معنا اليوم العقيد الركن مي العلي من إدارة الخدمات الطبية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك لوجودك. نعاد عليكم بكل صحة وخير يا رب. نعاد عليكم يا رب. أما هلأ سلمى رح نروح لتاني تقاريرنا اليوم، وعلى مدى سنوات حرب الإرهابية على سوريا أثبت أبطالنا إيمانهم، واليوم أيضا تفاصيل وحكايات من أيضا المحافظة، محافظة اللاذقية. رح نشوف الناس كيف عادوا أبطال الجيش العربي السوري بهذا اليوم، ورح ننتقل ضمن التقرير. للحكاية تفاصيل وبقية. هي أم الشهيد وزوجة الشهيد. في هالأحداث استشهد أول شهيد عندي اسمه أحمد حسن قاسم. وبعدها جينا لهون، بعد استشهد زوجي، بعد كمان سنة ونص تاني رجع استشهد ابني الكبير، كان متزوج عنده بنت وصبي. بالإرادة والعزيمة تنسج خيوط الحياة ليكبر البقية من الأبناء. بقيت لحالي وكلن أنا بدي يعني بدي أشتغل بالخياطة، لا دير بالي علي ولا طعميون هالباقيين. فالجمعية جابت لي المكنات وأنا صرت أشتغل وأقدم لهم. وبالبنات اللي زوجتها عندي طالبة هلأ هي طب أسنان سنة تانية عم تدرس دكتورة. عم بقدم لها من هالشغل، يعني عم بشتغل وبقدم لها، يعني ظروف كتير صعبة بس الحمد لله رب العالمين عم بشتغل ونقدم لها. صار لي هلأ 10 سنين هون بالدعتور. مع مرور الزمن تعرفت على عالم كتير كويسة داروا بالهم علينا. هلأ أنا كل أسبوع بطلع لعند ابني عند جمعة، وعند ابن أخوي اسمه يوسف كمان شهيد، وعند هالشهداء الطاهرين بقرأ لهم الفاتحة وبزورهم بسئلهم هالزرعات، بقرأ لهم كل واحد صورة ياسين، وبجي بعدين ببرك جنب جمعة، ببرك إيش صاير معي من الأسبوع لأسبوع، ببرك بحكي له وبحسه إنه بيرك عم يسمعني، ولأني رب العالمين قال إنه هن إنه حي لا يموت إنما هن ميتين. ببرك بحكي معه وبحسه بيرد علي، صحيح ما بسمع صوته بس بحسه عم يرد علي. المرأة السورية بتضل قوية، قامت بحمل يعني شالت حملها وحمل زوجها وعم تشيل حمل أولادها، والحمد لله الله عم بيعيننا، يعني هو بالنهاية رب العالمين بيعين البشر. يعني فخورة بنفسي بس أنا فخورة فيهم أكثر، لأني إنه هن ثلاثة شهداء. قديش ما رب العالمين بيحبني لراحوا هن ثلاثة شهداء. فأنا عطول بدعي لربي إذا بنت أو شاب بدهم يموتوا من عائلتي فهن يكونوا شهداء. حتى أنا إذا بدي يموت بريد يكون شهيدة، لأني ما في يعني ما في أحلى من كلمة إنه أم شهداء برفع راسي فيه. الله يرحمهم يجعل مسواهم الجنة هن وهالشهداء الطاهرين أجمعين. وبقول لكل أم شهيد الله يصبره والله يوفقه، والله إن شاء الله بتكون قوة وسعادة لهالولادة اللي بقيوا عنده. الأم السورية نموذج للعطاء عبر الأزمان، أيقونة تجسد معاني الوطن الكبير في القلب الصغير. عفاف مستمرين بمحطاتنا الاستثنائية لليوم بمناسبة عيد الجيش، ولح نروح بفقرتنا التالية لنحكي عن جهود هامة أيضا واستثنائية لإدارة المشاريع الإنتاجية، وهي إحدى إدارات قوات الجيش العربي السوري المختصة بالمشاريع الإنتاجية الزراعية. طبعا سلمى اليوم مجالات واسعة ومتعددة للاستفادة من المصادر الطبيعية بسبيل الإنتاج والتسويق أيضا عبر المؤسسات الاجتماعية، ورح نتعرف عليه اليوم بشكل أوسع مع ضيفنا يلي صار معنا بالاستوديو المقدم الطبيب سامر محمد. وأهلا وسهلا فيك من إدارة المشاريع الإنتاجية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وينعاد عليكم كل عام وأنتم بخير. ينعاد على الجميع وأنت بخير يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك عن إدارة المشاريع الإنتاجية، خلينا نعرف أكثر مشاهدينا اليوم على هذا الجزء من الجيش العربي السوري مهامة. نحن قبل كل شيء بدنا نترحم على روح الشهداء اللي رووا بدمائهم تراب هذا الوطن الغالي، وبدنا نعايد قائد الوطن قائد الفريق بشار حافظ الأسد وجيشنا بعيده جيش العربي السوري. هذا الجيش اللي أدهش العالم بصموده وعقيدته النضالية، واللي كسر على أسواره جميع المطامع العدوان، وأصبح مدرسة يحتذى بها بالصمود والتصدي. وإدارة المشاريع الإنتاجية هي إحدى إدارات الجيش العربي السوري المعنية ومختصة بالإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
اللي تأسست عام 1973 27/3 وتعتبر هي أحد مجزات الحركة الصحية القادمة قائد المؤسسة حافظ الأسان. وإدارة المشاريع الإنتاجية من أهدافها تأمين حاجة الجيش العربي السوري بالمواد الغذائية الأساسية بأرخص تكاليف والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لرفع الروح المعنوية للمقاتلين، خلق الوعي الإنتاجي، خلق روح تنافسية بين العاملين بالمقاتلين أو حتى العاملين بالمؤسسة نفسها. فهي مهام إدارة المشاريع الإنتاجية. خلينا نحكي عن الجانب الإنتاجي الزراعي اليوم ومشاريعكم بهذا المجال، شو عم تتضمن بالضبط؟ المشاريع الزراعية هي بتاخذ شقين، شق نباتي وشق حيواني. الشق الحيواني بياخذ وحدات إنتاجية مقسمة عنا نسميها نحن تعاونيات، تعاونيات مختصة بإنتاج لحم الفروج، وتعاونيات مختصة ببيض المائدة، وتعاونيات مختصة بإنتاج صوص الفروج بعمر يوم واحد، بالإضافة للمشاريع الزراعية الأخرى، بالإضافة للمعامل المختلفة. بالنسبة للتعاونيات المختصة بإنتاج لحم الفروج، عملت إدارة المشاريع الإنتاجية لرفع سوية الإنتاج من خلال إدخال وحدات إنتاجية جديدة بالعمل ورفع بيئة العمل من خلال تطويرها، فأدى ذلك لرفع سوية الإنتاج كمان ونوعاً. فإدارة المشاريع الإنتاجية العام الماضي أنتجت ما يقارب 875 طن لحم فروج مجمد مصحوح موضب. السنة نحن عم نسعى لننتج بحدود 1100 طن لحم فروج. إدارة المشاريع الإنتاجية بلشت بإنتاج ما يقارب 5 مليون بيضة. نهاية العام الماضي بداية هذا العام أنتجنا 25 مليون بيضة. الخطة حاليا والسعي نحو إنتاج 35 مليون بيضة. بالنسبة لموضوع صوص الفروج، صوص الفروج هو النواة في تعاونيات الفروج لإنتاج لحم الفروج. فنحن من مبدأ الاكتفاء الذاتي إدارة المشاريع الإنتاجية عملت التعاونية وفيها مفقاس بتنتج صوص بعمر يوم واحد. نحن بننتج ما يقارب سنويا شيء 900 مليون صوص. حاليا تم صيانة وتم إنجاز حضانة بتنتج ما يقارب 99 ألف صوص. لرفع سوية الإنتاج صار ننتج ما يقارب 1,300,000 صوص. 1,300,000 صوص هدول بيغطون حاجتنا كإدارة إنتاجية لإنتاج لحم الفروج المطلوب، والزائد نحن نطرحه بالسوق المحلية كتدخل إيجابي. هذا بيؤدي لاستقرار بالسوق، يعني أحيانا بيقولوا نزلت الأسعار كذا، هذا التدخل هو اللي بيسبب استقرار بالسوق وبيسبب الانخفاض بالأسعار. أما بالنسبة لموضوع المعامل، فنحن عندنا مثلا معمل حلاوي الطحينية فينا ننتج ما يقارب 1,000 طن حلاوي بيغطي الجيش العربي السوري باحتياجه منه. حاليا في عندنا خطة ابتدأت من اليوم من عيد الجيش بإنتاج ما يقارب من هون لنهاية العام إنتاج ما يقارب 600 طن حلاوي. في عندنا معمل العسل بننتج عسل بمختلف الأنواع ما يقارب 8 طن، بالإضافة للسكاكر، سكر البربوليس، سكر عسل الزلول. في عندنا معمل النباتات الطبية، معمل النباتات الطبية من المعامل الرائدة على مستوى العالم، يعني أخذ جوائز عالمية سواء من شهادة الإيزو من هيئة المواصفات البريطانية من مدريد، مكسيك، أمريكا، هولندا، بينتج ما يقارب 350 ألف علبة نباتات طبية، بينتج ما يقارب 14 مليون كبسول. طبعا النباتات الطبية هي بتاخذ 64 نوع، مثل عندنا الزعتر البري، عندنا المليسي، عندنا القصص هي. طبعا بيشرف عليها ووضعت هاي الخلطات من خلال كوادر فنية علمية اللي هن أساتذة بالجامعات. بالإضافة تقوم إدارة المشاريع الإنتاجية بالتواصل العلمي مع الجامعات. فمؤخرا من عدة أيام أخذنا الدرع من إحدى الجامعات السورية للخبرة العلمية والعملية في مجال العلم والبحث العلمي. يعطيكم العافية، ألف مبروك. أكيد نحن فخورين بكل مؤسساتنا اللي تتبع للجيش العربي السوري، ومنها أيضا المؤسسات الاجتماعية العسكرية، المؤسسة الإنتاجية وما إلى ذلك. طبعا الإنتاجية علامة فارقة بالسوق السورية. صحيح. لأنه كلياتنا بنعرف قديش جودتها ونوع والأنواع اللي بتنتجها، وحتى المقارنة بالأسعار مع غير معامل. خلينا نحكي عن المؤسسات الاجتماعية العسكرية ودورها والتشبيك مع السورية للتجارة اليوم. مثل ما حضرتك قلت في جزئية دخلتوا فيها مثل ما بيقولوا تخفيض أسعار السوق ببعض الانتاج اللي أنتوا تشرفوا عليه. خلينا كمان نحكي اليوم عن دوركم بالتشبيك مع المؤسسة السورية للإنتاج.
هلا قبل كل شيء نحن بدنا نشبك، بده يكون انتاجنا جيد، بده يكون انتاجنا ذو نوعيه ممتازه. فمثلا لو رجعنا شوي لورا بنقول عن الحلاوي، عندنا حلاوي حصرة من السمسم السوداني. السمسم السوداني هو اشهر انواع السمسم في العالم، ما بنصنع غير منه. السكر الابيض الكريستال، فهذا له رغبه بالسوق المحليه. لان احنا كجيش ما عم نسعى للاكتفاء الذاتي، فنحن بنغطي اول شيء احتياج الجيش العربي السوري من احتياجاته من المواد، بعدين نطرحها بالسوق المحليه. نطرحها بالسوق المحليه من خلال التشبيك مع المؤسسات ذات الدور الايجابي مثل السوريه للتجاره، مثل الامور هي. فالزائد عنا من بيض، من حلاوه، من اي نباتات طبيه، من الامور بتنطرحوا بالاسواق بتنطرح في حال كان زائد عن الحاجه. ونحن دائما وابدا عم نسعى للزياده في الانتاج وتحسين النوعيه. يعني نحن السنه قلت لك عن موضوع المفقس 99 الف صوص بالفقس الواحده، يعني زدنا ما يقارب ال 400 ألف صوص. بالإضافة لهذا الحكي نحن عم نسعى زدنا عدد الوحدات الإنتاجية اللي كانت خارج الخدمة بفعل الأعمال الإرهابية المسلحة، وزاد بالتالي إنتاج. فعنا تعاونية مثلا أدخلناها على العمل، زاد إنتاجنا ما يقارب ال 175 طن. في حظائر جديدة دخلناها على العملية الإنتاجية، زاد فينا كل حظيرة لا يقل عن 25 طن. بالإضافة للسعي الدائم والمستمر لزيادة العملية الإنتاجية. هلا بالإضافة لهذا الموضوع عندنا موضوع الزراعة، الزراعة بشقة النباتي. كان عندنا أراضي زراعية غير مستثمرة بالوطن، تم إتباعها لإدارة المشاريع الإنتاجية، تم استصلاحها، تم بدء بزراعتها. يعني نحن السنة استثمرنا ما يقارب 700 دنم زرعناه بالمحصول الاستراتيجي القمح لتأمين البرغل. السنة هي هلأ حاليا عم نخطط لنهاية العام مشان نزرع قمح بقارب 1100 دنم. كنا مثلا زارعين 59 دنم باذنجان، حاليا مخططين وعم نزرع حاليا ل 118 دنم. فحاله مضطرده العمليه. حتى موضوع النباتات الطبيه اللي حكينا عليه، نحن ادارتنا سعيت انه يكون موضوع اكتفاء. يعني حتى بنزرع نحن المليسه، بنزرع الورد الشاميه، بنزرع يعني كل النباتات الطبيه الاغلبها الموجوده، وفوق كل هذا بناخذها ونحللها، عندنا مخابر طبيه وبنحللها. وإدارتنا ما توقفت عن هذا الموضوع، يعني دائما وابدا هي عم تسعى. نحن حكينا بالبداية أنه نحن عم نسعى لنقدم الجودة الأفضل، الجودة الأفضل وبأرخص الأسمان، أرخص الأسعار. فنحن حتى مثلا عم يصير عندنا تكامل بإدارتنا نفسها. يعني مثلا الشق النباتي بدهم يزرعوا الأراضي وكذا، في منتجات الحيوانية الزرق عم نعطيهم إياها، عم نسمدوا الأرض، وبالتالي نحن عم نقدم منتج طبيعي. كمان في عندنا دراسات لتقديم الفورمي كومبوست، هذا جديد بالبلد عندنا وعم نسعى لتأمينه. هذا بحسن نوعيه التربه، بقلل الاستهلاك اللي لقب بالذهب الاسود تماما، وبقلل استهلاك المياه، بحسن من نوعيه التربيه، بيزيد من الانتاج. بالاضافه لدراسات اخرى، عمليه تطوير مثل بناء معمل البرغل لست حاجه الجيش العربي السوري. وفات كمان مثل ما حكينا انه كل شيء ممكن يفيد بيطرح بالسوق، وهذا الطرح كلياته عباره عن تدخل ايجابي. ونحن بالنسبه لنا الطرح هو عن طريق مؤسسات الدوله. يعني هلا مثلا السنه نحن زرعنا شعير، نحن بحاجه لشعير بما يخص معمل العلف عندنا، عندنا معمل علف بينتج ما يقارب 6500 طن لتغطيه تعاونيات البياض والفروج وهي. فنحن من احدى المواد اللي بحاجه له الشعير، زرعنا شعير غطينا كامل احتياجنا لمده عام، والباقي اعطيناه للمؤسسه العامه للعلف. المؤسسة عامل لها، فدائما تروح تشتريه بأسعار غالية، أخذته بأسعار رمزية، بالنهاية عم تعطيه للمزارع بسعر رخيص. فهذا يعتبر تدخل إيجابي من خلال مؤسسات الدولة. ذكرت حضرتك سيادة المقدم أنه الإنتاجات الحيوانية اليوم، خلينا نعرف أكثر منك تفاصيل باللي بيتعلق باستثمار الثروة الحيوانية اليوم، كيف عم يتم الاستفادة منها بظل هي الظروف، بظل الحصار، بظل كتير ظروف يمكن صعبة، كيف عم تقدروا تستثمروا الثروة الحيوانية بشكل صح؟ استثمار الثروة الحيوانية هو أحد أهداف الإدارة الإنتاجية. الإدارة الإنتاجية بتسعى لاستثمار الأراضي الزراعية والمصادر الطبيعية الموجودة بالبلد لتحقيق أفضل إنتاج وأكبر كمية من الإنتاج، وبالتالي تقديم غذاء نوعي للمقاتل بيحتوي بغذائه على البروتين اللازم. فنحن بهي الحالة بدنا نضافر الجهود كاملة لتحقيق هذا الإنتاج. من الجهود اللي ضافرت إنه إدارة المشاريع الإنتاجية سعيت من خلال إمكانيات الذاتية. طبعا نحن وقت نقول الامكانيات الذاتيه يعني في توفيق
حتى في توفير بالكلفة تحقيق المنتج أو الصيانة أو كذا. فإدارة المشاريع الإنتاجية من خلال الطاقم الموجود، من خلال الكادر الموجود بإدارتها، ساعدت لإجراء هاي الصيانات وساعدت تذليل كافة العقبات الموجودة قدامها. يعني مثلا إحنا عندنا من بين العقبات موضوع تأمين المياه. أنا إذا ما عندي مياه ما بقدر استثمر كامل الأراضي، فتغلبنا على القصة أنه هون مثلا بيمشي حال أرض بعلية، هون بيمشي كذا، هون كذا. بالإضافة إدارة المشاريع الإنتاجية مشان هذا موضوع الحصار سعيت لتوحيد المنتج من خلال شو؟ من خلال توحيد الأراضي الزراعية بزراعة محاصيل إنتاجية استراتيجية. يعني حاليا وهي قليل ما كانت تصير، نحن مثلا أنتجنا حمص اللازم، أنتجنا الفول، أنتجنا البندورة، أنتجنا الباذنجان، أنتجنا القمح. حاليا عم نزرع أراضي شاسعة للبطاطا، يعني البطاطا سواء للمقاتل أو سواء حتى بالأسرة السورية كاد ما بتوجد مائدة إلا فيها بطاطا مثلا. صحيح. وكل هذا بيجي دعم ودور إيجابي بالبلد. هلأ نحن أخذنا من عام 2023 من منتصف العام ونحن طالعين، أخذنا منهج تطوير، أخذنا منهج أنه نحن لازم دائما أبدا نحن البيان يكون صاعد بالإنتاج. يعني حتى للسنة نحن مسمينه عام الإنتاج يعني بكوادره كلها، بالإضافة للروح المعنوية العالية الموجودة حاليا بالإدارة، فهي بيعطي دائما أبدا زخم للعمل الإنتاجي. يعني كمان إضافة إلى عملكم خلينا نذكر هيك ولو إشارة بسيطة، المؤسسة الاجتماعية العسكرية اليوم بتقدم، هي منفذ بيع، بتقدم كثير من الانتاجات اللي هي مو بس للجيش العربي السوري، ايضا للناس. يعني اليوم اللي بيمر بشارع الثوره جنب مثل ما بيقولوا سوق الخرجه بيشوف احد الاماكن المنافذ اللي فيها مفروشات، فيها كثير ادوات كهربائيه باسعار مخفضه، واللي هي قدرت تنافس السوق. اليوم نعرف مشكله ومعضله تجهيز اي بيت ان كان للشاب الجديد او حتى للعسكري. خلينا نحكي عن الدعم اليوم، هل في مشاريع بتدعموا فيها جنودنا بالجيش العربي السوري ممكن يكون هو منتج يدخل ضمن هاي المشاريع؟ هلا الدعم دائما ابدا موجود، ونحن عم تتفضل على المؤسسه الاجتماعيه العسكريه، هي بالدرجه الاولى مو بس للمقاتل. صحيح. هي حتى للمواطن، لانه الناس كثير بتروح منافسه في كل ارجاء الوطن، وبتروح عليهم بتلاقي اسعار مخفضة. ونحن في كثير من منتجاتنا منبيعها عندهم مثل النباتات الطبيه، العسل، الامور هي منبيعها عندهم وباسعار مخفضه، يعني حتى بتلاقي عاملين عرض كذا. فهون بصير التكامل، هون بصير العمل، وهون اللي حكينا عليه نحن موضوع رفع الروح المعنويه. انت وقت عم تقدمي هذا المنتج او كذا للمقاتل او حتى للمواطن، انت عم ترفعي روحه المعنويه له، وعم تخلقي بنفس الوقت المنافسه. صحيح. بين افراد الطاقم العامل. فهيك عم يصير التدخل. وبرجع لك التدخل بده يعني كثير معطيات، والمعطيات يعني بظروف وطننا وكذا عم تكون شوي صعبه، بس مع كل هذا عم نسعى لتذليلها، ويعني ومنطلقين انطلاقه مبهره. مثل ما قلت لك يعني كنا ننتج 5 مليون بيضه، انتجنا 25 مليون هي السنه، رقم كبير. عم نسعى ل 35، عرفت كيف؟ ليش؟ عم نطور. يعني نحن مثلا انت هالمكان اللي عم تربي فيه عم تشتغلي فيه على كذا ما فيك تتركيه مثل ما هو، بدك دائما بدنا نطور فيه. هلا حاليا نحن باحدى مشاريع البياض عم نطور فيه وعم نرجع نرمم فيه بحيث انه يواكب الحداثة، بس واكب الحداثة زاد الإنتاج، زاد الإنتاج صار في تدخل إيجابي وتأمن المقاتل بنفس الوقت. بختام لقائنا شو بتحب كلمة تتوجه فيها بهذا اليوم الاستثنائي بعيد الجيش العربي السوري؟ قبل كل شيء بدي أقول كل عام وأنتم بخير للجميع، للوطن، لقائد الوطن، للجيش العربي السوري. ونحن بنعهد لقائد الوطن وللوطن أن نكون جند الأوفياء، ونكون يعني نبذل قصارى جهدنا لنحقق الهدف من وجود الإدارة الإنتاجية، وهو إنتاج الإنتاج الحيواني والنباتي بأحسن إنتاج وأفضل كم. أكيد. الختام نتشكرك ونعيد عليك مرة ثانية ولكل طبعا جنودنا وأبطالنا سواء كانوا بالميدان أو أيضا بأي إدارة من الإدارات التابعة للجيش. شكرا لوجودك. أهلا وسهلا. شكرا لك مقدم الطبيب سامر محمد، وأكيد كل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا. نشكر هذا اللقاء ونشكر هذا البرنامج. شكرا كثير لكم. أما هلا عفاف رح نروح لحمص وقصة بطل من أبطال الجيش العربي السوري، البطل حسن محمد. خلينا نتابع تفاصيله بالتقرير التالي.
في عيونه بريق العزة التي يشع منها ضياء النجاح والانتصار. إنه الضابط الجريء حسن محمد عبدان من حي الزهراء بحمص، الذي تعرض لإصابتين في معارك الشرف والبطولة في حمص، إلا أن الثانية أدت إلى شلل في أطرافه السفلية عام 2012، لكنه لم يسمح لليأس أن يتسلل داخله، متخذا من إصابته سببا لإيجاد فرص النجاح من خلال تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية الهامة والمميزة. عام 2017 بعد ما كنت تقريبا شبه مهيأ فيزيائيا بالعلاج، بلشت حياة الرياضة بال 2017 بالانتساب لنادي السلام الرياضي بمحافظة حمص، ومن خلالها بلشت المسيرة الرياضية. بطولة جمهوري 2017 كرة السلة على الكراسي المتحركة، بطولة جمهوري 2018 رفع أثقال، بطولة جمهوري 2018 ألعاب قوى. بال 2019 الحمد لله تم ترشيحي لدورة على مستوى عن طريق الصليب، بعد ما خضعت له تم ترشيحي لمنتخب سوريا، شاركت بال 2019 ببطولة بيروت حققنا مركز رابع. بال 2020 كانت بطولة جمهورية اللي كمان برعاية الصليب، كمان حققنا الحمد لله بطولة جمهورية بكرة السلة. 2021 كانت بداية بطولة جريح وطن، تم تعييني بالنسبة للشغل المشتغل الحمد لله، أو نسبة للسمع اللي كانت أنه بالرياضة، تم تعييني أنه تكليفي بتشكيل منتخب حمص للجرحى. الحمد لله أخذنا مركز أول إحنا على مستوى المحافظات. بالبطولة كإنجاز شخصي أخذت مركز أول برفع أثقال بطولة جريح وطن. 2022 مركز أول كرة سلة. 2022 كان عنا معسكر 20 يوم لمنتخب سوريا، من خلاله بالشهر التاسع كان بطولة الهند الدولية شاركنا فيها، كمان أخذنا المركز الرابع فيها. بال 2024 هاي السنة كان فريق لاتقي عنده مشاركة خارجية، فتم دعوتي معهم كلاعب يعني مضاف لإيلون أنا ببطولة الأردن بطولة غرب آسيا. الحمد لله رب العالمين كانت تجربة منيحة. هاي إنجازات رياضية. في كمان عملت دورات تدريبية بكرة السلة عن يعني 4 شهادات من الاتحاد العربي، شهادة من الصليب، شهادة من البيروت، شهادة بالأردن، وشهادة بالهند الحمد لله. رغم الظروف التي تعرض لها عبدان في حياته، إلا أنه ما زال يحمل دفتر ذكرياته وفي داخله الكثير من الإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، مع متابعة تحصيله العلمي في كلية الحقوق بجامعة البعث في حمص. حلق العلم هو كان الهدف أنه نرسم نحن الطريق، الرياضة مع العلم، لأنه طريق العلم اللي بدي يخوضه أنا رح كتير رح يفيدني مجال الرياضة ومجال كحدا أنه أنت معك شهادة جامعية. فقررت سجل ب 2021 بكلية الحقوق بجامعة حمص. الحمد لله رب العالمين هذا الفصل عندي تخرج، إذا الله أكرمنا هيك فعندي هذا الفصل تخرج. من معارك الحرب إلى معارك الحياة، مواجهة تتطلب الإرادة والبطولة لأجل رفعة الوطن في كل الميادين. والجريح عبدان يطمح بتحقيق حلمه لرفع اسم سوريا في العالمية أيضا. شيرين العلي، الإخبارية السورية من حي الزهراء بحمص. ومكملين فقراتنا بهذا اليوم وبهي الذكرى المميزة مشاهدينا، وبقداسة الإيمان بقداسة الأرض، والجانب المعنوي العالي هو بوصلة لأبطالنا في واجبهم الوطني ضمن ساحات ومعارك الشرف بالدفاع عن أرض الوطن. ولجانب الإعداد البدني أهمية كبيرة بالتهيئة والتدريب أيضا، واللياقة الجسدية بتوازي الجانب المعنوي ليكون الجندي مهيأ وممتلك قدرات وقوة بدنية كبيرة بتأهله لمواجهة الصعاب وجميع الصعاب على أرض المعركة. صحيح عفاف، طبعا هذا الجانب اللي عم تحكي عنه هو الجانب اللي بتهتم فيه إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة، تسعى طبعا للعمل على مجالين هامين، مجال الإعداد البدني للجندي إضافة إلى التركيز على الرياضة بمجالاتها، وتهيئة أبطال في شتى مجالات الرياضة، وهو اللي احنا نتعرف عليه
أكثر مع ضيفنا اليوم بالاستوديو العميد زكريا قناة من إدارة الإعداد البدني والرياضة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. صباح الخير، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وجيشنا الباسل بخير، وكل عام وشعبنا ووطننا وقائدنا بألف خير. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير. طبعا مثل ما كنا بنعرف انه الجندي لازم يكون مهيئ بدنيا يعني لحتى تكون عنده هي الروح المعنوية العالية. اليوم انتم عم تشتغلوا على هذا الاساس لتقوية جميع الجنود والابطال وتهيئتهم بدنيا، مما يؤدي الى تهيئتهم معنويا واكتسابهم للروح العالية وانتمائهم اكثر. خلينا نحكي عن اهمية تعزيز هذه الانتماء. صحيح، خير ما نبدأ فيه قول السيد الرئيس بهذا المجال. يعتبر الإعداد البدني عاملا هاما في تكوين شخصية المقاتل، فالتمارين الرياضية وقفز الحواجز والمسير الطويل والألعاب الرياضية والمباريات الرياضية والنشاطات الرياضية الأخرى تساهم بشكل مجمع في تشكيل وتكوين شخصية الشخصية العسكرية التي من متطلباتها تحمل أعباء التحضير للمعركة وخوضها وتحمل ظروف البيئة والمناخ والطقس. ومنذ القديم كان يقال العقل السليم في الجسم السليم، فالقادة والمربون الناجحون هم القادرون على زيادة الميل والرغبة لدى المتدربين في اتباع التدريبات الرياضية طواعية، وتعزيز هذا الميل من خلال زيادة الوعي الصحي لديهم. فالتربية البدنية تقترن بالتربية الصحية والتربية النفسية أيضا. من هذا المنطلق تقوم إدارة الإعداد البدني في تخطيط ساعات التدريب البدني على مستوى الوحدات والقطعات والتشكيلات والمنشآت التعليمية وغيرها، تقوم بتخطيطها سنويا والإشراف على تنفيذها وتنفيذ المباريات العسكرية والاختبارات المخططة وغير المخططة للضباط وصف الضباط على حد سواء، مما يحافظ ويساهم في المحافظة على سوية عالية في اللياقة البدنية لدى المقاتل واللياقة الذهنية في الوقت نفسه. نعم، خلينا نتحدث أكثر اليوم مع حضرتك سيادة العميد عن المجالات التي تعنى فيها إدارة الإعداد البدني والرياضة. طبعا إدارة الإعداد البدني لها شقين، شق يختص بالمقاتل، رفع اللياقة البدنية والمحافظة عليها لدى المقاتلين، والشق الآخر في الألعاب الرياضية. فيوجد نادي الجيش في إدارة الإعداد البدني والذي هو يساهم بشكل كبير في ويعتبر من أهم الأعمدة الرافدة للاتحاد الرياضي العام والمنتخبات السورية. فعندنا شق عسكري وعندنا شق رياضي بحت. الرياضي البحت طبعا يرفد منتخبات سورية بكافة الألعاب، عندنا ألعاب كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، الجمباز، التايكواندو، الكاراتيه، الملاكمة، الجودو، عندنا 29 لعبة بنادي الجيش، بالإضافة إلى أنه الشق الأول وهو الأساسي هو تكوين شخصية المقاتل محافظة عليها في 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 سوية عالية، مما يكون مردوده إيجابي في المعركة وفي التحضير للمعركة وفي ظروف الطقس كافة وفي ظروف البيئية الجبال والوديان والسهول بشكل عام. طيب خلينا نتعرف على أبرز النقاط يلي عم يتم التركيز عليها عند تهيئة الجنود من الناحية الجسدية والبدنية أيضا. طبعا الجنود بشكل عام، الضباط وصف الضباط لديهم تمارين معينة تقوم بإعدادها مثل ما حكيت، تخطيطها بإدارة الإعداد البدني وتوزيعها على القطاعات والتشكيلات ومتابعتها. هذه التمارين تختص باللياقة البدنية بشكل عام وبالرشاقة وبالقوة. فعندنا تمارين تقوية الذراعين، تقوية القدمين، تمارين التحمل، الجري لمسافات طويلة، المسير الميداني. طبعا كمان هاي التمارين تخضع الى بطولات جيش، بصير منافسات على مستوى القطاعات ضمن التشكيل الواحد. مهمة تعتبر. طبعا طبعا هذا الشيء بيرفع من سويته البدنية وبالتالي من سويته الذهنية للمقاتل، وعم يصير بطولات على مستوى التشكيلات، وبعدين عم يصير بطولات على مستوى الجيش مؤخرا، ومنتخب هناك منتخبات عسكرية سورية الان عم تشارك على المستوى الآسيوي والمستوى الدولي في بطولات العالم العسكرية على مستوى قارة آسيا وعلى مستوى الدولي عسكريا. أكيد سيادة العميد،
خلينا نحكي كمان اليوم الإدارة إلى مجالات كثيرة في الرياضة وألعاب مهمة مثل ما حضرتك قلت أحرزتوا تقدم على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي. خلينا نحكي عن أبرز الألعاب الرياضية يعني عم بينافس فيها أيضا أبطالنا. نعم حاليا نحن فينا نقول أنه نحن في 2017 سوريا أو منتخب سوريا العسكري لكرة القدم حقق الميدالية البرونزية لكرة القدم على مستوى العالم. كان ذلك في سلطنة عمان وحصل تكريم كبير للمنتخب السوري في ذلك الوقت. الآن حاليا نحن الآن يوجد لاعبين نادي الجيش موجودين في باريس في دورة الألعاب الأولمبية، اللاعب معن أسعد واللاعب عمر حمشو طبعا في مجال الفروسية وفي مجال رفع الأثقال. نتمنى إن شاء الله اليوم وبكرة بعد يومين عندهم استحقاق إن شاء الله بيكون في تحقيق ميداليات لهذا الموضوع، بالإضافة إلى لاعبين أخر كثيرين هم رفضوا المنتخبات الوطنية مثل اللاعب مجد الدين غزال اللي الآن يتواجد بشكل إداري في بعثة سوريا في باريس، هو كان حقق بطولة العالم العسكري أيضا بالوسب العالي بأوهان بالصين، كما حقق بطولات أخرى على مستوى العالم المدني والعسكري. لاعبين كثر في مجال الحواجز، في مجال الموانع، في مجال التتابع، فهناك بطولات كثيرة حققها لاعبونا بصراحة، ونتمنى تحقيق المزيد الآن في باريس وفي المستقبل إن شاء الله للاعبين العسكريين الذين نفتخر بهم جميعا، كما يوجد لاعبون حققوا ميداليات وهم عسكريون تعرضوا لجرح الحرب، ونفتخر بهم الذين نفتخر بهم يتابعون تدريباتهم على الرغم من المعاناة في مجال الجروح التي تعرضوا لها. كل هؤلاء اللاعبون الذين نفتخر بهم كنادي الجيش وكسوريا نتمنى لهم دوام الصحة والعافية والتقدم والتمثيل الوطن خير تمثيل في محافلنا القارية والدولية إن شاء الله. ذكرت حضرتك أنه العسكريين والأبطال الجرحى المصابين اليوم عم تتم اليوم العناية فيهم والاهتمام فيهم بشكل مستمر. نعم. من الناحية الرياضية وخصوصا اللي عم يتمتعوا بقوة ذهنية وروح عالية وإرادة عالية أيضا. نعم. شو اللي عم يتم تقديمه من هذا الجانب؟ حقيقة فينا نقول عنهم فعلا ذوو الهمم، فعلا نتعلم منهم دروس كبيرة لهؤلاء الأبطال الذين فقدوا أجسامهم، فقدوا أعضاء من أجسامهم، ولا يزالون يتابعون تدريباتهم وتمثيل وطنهم على المستوى الدولي والقاري. طبعا تولي القيادة العامة للجيش اهتمام كبير بهذا الجزء، فهناك لجنة مختصة على مستوى عالي جدا تتابعهم، تتابع معسكراتهم، تتابع بطولاتهم داخل سوريا وخارج سوريا، تتابع تدريباتهم وتتابع أمور التغذية لديهم التغذية الصحيحة، كما تتابع أمور تأمين الأمور الاحتياجات الأساسية لهم. فصراحة في اهتمام كبير لهذه الفئة. نحن كإدارة إعداد بدني منشآتنا كلها مجانا تحت تصرفهم باستمرار في المسابح، الصالات، الملاعب، كلها تحت تصرف هذه الفئة وغيرها من الفئات الأولمبياد الخاص السوري الذين أيضا نفتخر بهم ويمثلون سوريا خير تمثيل في المحافل العربية والدولية والقارية. أكيد يعني اليوم طبعا مثل ما حضرتك حكيت مهام كبيرة لكم، وأيضا كلنا فخر بأبطالنا وين ما كانوا. خلينا ناخد من حضرتك كلمة أخيرة اليوم تحب تتوجه فيها بمناسبة عيد الجيش العربي السوري. بصراحة بهالمناسبة العزيزي أولا أنا بوجه شكر وبوجه كلمة طيبة لأمي أم الشهداء وأمهات شهداء سوريا بشكل عام ولسوريا ولجيش سوريا الباسل وللشعب المقاوم في سوريا ولقائد هذه المسيرة رمزنا ورمز كبريائنا وبطولتنا، وإن شاء الله النصر قادم على يد السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد إن شاء الله. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم سيادة العميد زكريا قنات من إدارة الإعداد البدني والرياضة، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية. وأنتم بخير وقائدنا بألف ألف خير. شكرا لك لوجودك معنا. شكرا. وصلنا لختام صباحنا سلمى، بقية نهار سعيد لإليك وبقية نهار سعيد لجميع المشاهدين، وتاني مرة وكل يوم بدنا نتمنى كل الخير وكل السلام لقائد سوريا وجيش سوريا وشعب سوريا. تبقى بألف خير حماة الديار.
أكيد كل عام وهنن بخير. وحاولنا اليوم من خلال حلقتنا الخاصة نحكي شوي عن بعض المؤسسات الرديفة والأساسية لعمل الجيش العربي السوري والقوات المسلحة. طبعا كل عام وبواسلنا مثل ما قلنا بالبداية وبالختام دائما هنن حراس وصناع الأمان على الأرض السورية لجرحانا، نتمنى لهم طبعا التعافي وكلنا فخر بإنجازاتهم حتى بالمجالات البعيدة عن أرض الميدان، إن كان بمجالات الرياضة أبطال جرحى الوطن وأيضا بمجالات العلم اللي استمروا فيها والشفاء العاجل لهم ولشهدائنا شهداء جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة. الرحمة لأرواحكم، بفضلكم نحن اليوم موجودين ومستمرين. ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.